السلام عليكم. اليوم راح نشرح كيفية تصميم البرايمر. كثير من طلبة الدراسات العليا يسألوني هذا السؤال، يقولون بعض البرايمرات نقابل بالأبحاث يقطوا ياها مصدر، والبعض الآخر يكتب this study. this study معناه هذا الباحث هو صمم هذا البرايمر وصممه من خلال موقع مهم جدا وخاص بتصميم البرايمر، ألا وهو موقع الـ NCBI Plus. ما عليك سوى الذهاب إلى متصفح جوجل وكتابة بالـ NCBI وتعطيه بحث. من خلال البحث راح تدخل على الموقع الـ NCBI الخاص بتصميم البرايمر، وهذا الموقع عبارة عن داتا يعني عظيمة والعظمة لله، بها كثير من البيانات والأبحاث المنشورة، وأيضا كل التصاميم البرايمر وغيره موجود بهذا الموقع. راح تطلع لك هذه الواجهة. من خلال هذه الواجهة انت تقدر تجي هنا من All Data Base، تطي Genes، تروح الى كلمة Genes، عفوا هذه جين، وبعد ذلك راح تكتب مثلا البكتيريا او الجينس المسؤول على هذا الجين. مثلا راح اني اكتب الاشتريتشا كولاي. هذه الاشتريتشا كولاي، وراح اطي شنو، اطي بحث. من راح اطي بحث، لاحظ راح يعطيك كل انواع الفيريولنس فاكتور الخاص بمن بالاشتريتشا كولاي اللي هي بكتيريا القولون. انت ما عليك سوى الذهاب الى اي نوع انت تختاره، او بحث دراستك. مثلا انت مثلا بحث دراستك عن مثلا عن توكسين، مثلا انت هذا التوكسين انت تريد مثلا عن التوكسين بي، هذا التوكسين بي مثلا تريد تصمم برايمر خاص بهذا التوكسين. ما عليك سوى اختيار هذا، تضغط عليه. بعد ما راح يفتح لك، لاحظ خلال هذه راح تنزل الى، راح يعطيك كل المعلومات هنا، كل المعلومات عن هذا الجين، وعبارة عن بروتين واسمه توكسين بي، ايضا السترين الاتش يعني المنتجة لهذا التوكسين، هنا حتى محدد لك السترين اللي هي اتش 30 وغيرها منها، وهذه التفاصيل الاخرى اللي هي تصنيف البكتيريا وما شابه ذلك. انت راح تنزل الى مصطلح اللي هو هذا اللي هو الفاستا، تضغط على الفاستا. بعد ما يحمل لك، لاحظ هذا السيكونس الخاص بالتوكسين، هذا عبارة عن السيكونس، هذا السيكونس الخاص بهذا الجين. ما عليك سوى ايضا التوجه الى اختيار بيكس برايمرز، هذا الخاص بتصميم البرايمر. نضغط على هذا الخيار، راح تفتح لنا الخانة الخاصة بتصميم البرايمر. لاحظ عبارة، تقدر انت هاي الخانة تعوفها على حطتها، يعني هذا الكود الخاص بهذا البرايمر. انت تقدر هنا البي سي ار برودكت مثلا شغلك، تريد شغلك يكون اللدر المستخدم من 100 الى 1000 مثلا، 1200 مثلا الى 1200، وبعد ذلك يعني تعوفن على نفس النظام. بعد ذلك راح تنزل الى هذه، تلغي منها الصح على مود يصمم البرايمر خاص بيك بهذه الدراسة. بعد هذه راح تطي جيتس برايمر. من تطي جيت برايمرز، لاحظ راح يعطيك كأنما التارجت او السيكونس كامل لهذا الجين او البروتين. لاحظ كل الديتيلز الخاصة بهذا البرايمر، وايضا يعطيك البرودكت لينكث يعني طول البيس بير اللي تطلع به البراند بهذا. مثلا هنا النوع الاول البرايمر بير مطيك مثلا 300، مطيك مثلا هنا 359، هذا بالنوع الثاني 342، ثالث 704، وهكذا. اني راح اختار مثلا الافضل هو دائما يكون يعني حتى تبين بصورة واضحة، اللي هو راح اختار الثالث اللي هو 740. هذا هو الخاص بالبرايمر. انت ما عليك سوى الذهاب الى مثلا، انت هنا مثلا مختار هذا البرايمر، اختاريت هذه المجموعة، وهذه المجموعة تقدر انت مثلا تقيس درجتها. هنا مثلا عندك ميلتنج تمبيرتشر او الانيلنج تمبيرتشر عفوا، الها هي 59 درجة سيليزية او 60 درجة سيليزية، وممكن ايضا يكون 57. ليش؟ لان التي ام تختلف عن ناقص 3، فراح تكون 57 درجة سيليزية المسؤولة عن هذا البرايمر. والى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم.
أتمنى لكم التوفيق، مع الشكر الجزيل لكم.